حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في موجز الاقتصادية ياتيكم من قناة الرافدين. أكدت وزارة النفط في العراق التزامها ودعمها لاتفاق أوبك بلس في تحديد مستويات الإنتاج. وقالت الوزارة إن الزيادة في الصادرات لبعض الدول المنتجة ومنها العراق هي مسألة طبيعية لا تؤثر على مستويات الإنتاج المتفق عليها لمجموعة أوبك بلس، موضحة أن هذه الزيادات تطرأ في مستويات الصادرات أحياناً بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي من فصل لآخر. عزت مؤسسات اقتصادية مشكلة زيادة الطلب على الدولار في الأسواق العراقية إلى الاستهلاك الكبير للبضائع المستوردة، حيث بلغ حجمها خلال العام الحالي الذي شرف على الانتهاء 55 مليار دولار أمريكي. وأكدت هذه المؤسسات أن ما يحتاجه العراق هو استراتيجية واضحة تعمل أولاً على الحد من النمو السنوي للاستيراد، ومن ثم العمل على تقليلها من خلال تبني سياسة زراعية وصناعية واستخراجية تقلل من الحاجة إلى المواد الخام. وأكدت على ضرورة بناء استراتيجية للتحول الصناعي ودعم الصناعات التحويلية. أثار قرار البنك المركزي العراقي بشأن السماح باستيراد النقد الأجنبي من الخارج أثار العديد من المخاوف، أهمها خلق مضاربين جدد يقومون بإدخال الدولار الأمريكي ثم يبيعونه بالسعر الموازي. وأوضح خبراء اقتصاديون أنه بموجب هذا الإجراء أصبح بإمكان أي جهة أو مؤسسة تريدها حوالات من خارج العراق التخلي عن استلام الحوالات بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي وشحن أموالها بالنقد الأجنبي جواً ودفع كلفة النقل والتأمين ومن ثم استلامها حين وصولها إلى العراق. فشل كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين بإقرار مشروع قانون لتمديد ميزانية الحكومة الفيدرالية تنتهي مدته منتصف ليل الجمعة الماضية، في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بحلول 17 من الشهر الحالي ستتوقف محركات أكبر اقتصاد في العالم، وسيحرم 1.5 مليون موظف حكومي من أجورهم، وستغلق معظم المرافق الفيدرالية بما فيها الحدائق الوطنية، وقد تضطر بعض القطاعات مثل قطاع السفر الجوي إلى إبطاء وتيرة عملها. أعلنت الحكومة الأردنية التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لبرنامج إصلاح مالي ونقدي بقيمة 1.2 مليار دولار يمتد على مدار 4 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا عن وزارة المالية الأردنية قولها إن الاتفاق جاء بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح، لافتة إلى أن المفاوضات التي قادت للاتفاق كانت قد بدأت في واشنطن خلال شهر تموز الماضي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار البعد.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.